ماذا لو كنت تتولى قيادة شركة عملاقة مثل أبل؟ بالتأكيد ستواجه تحديات كثيرة، لكن تيم كوك رئيس الشركة الحالي نصب تركيزه على كيف يشعر موظفيه بالسعادة. عمل كوك موظفاً في الشركة على مدار سنوات، ولفت نظر الأسطورة ستيف جوبز مؤسس أبل الذي رأى فيه خليفته ليقود سفينة أبل. وبعد توليه رئاسة الشركة أدرك كوك أن الموظفين هم أساس نجاح أي شركة، ليبدأ بترخيص ثقافة الود والشفافية في التعامل مع الموظفين وتشجيع ثقافة التقدير المتبادل، ليشعر كل موظف بأنه عضو فعال في فريق واحد. وعلى عكس العديد من الرؤساء التنفيذيين، أثبت أسلوب تيم كوك فعاليته الاستثنائية، حيث حققت الشركة تحت قيادته نجاحات باهرة وارتفعت قيمتها السوقية لتتجاوز 3 تريليون دولار. ورغم مرور سنوات على قيادته، ما زال يحرص على مشاركة الموظفين وجبات الطعام، بل ويحرص أيضاً على أن يكون القائد القادم حاملاً لهذه القيم. للمزيد من المعلومات تابعونا على Financial Freedom Today.